وللحديث عن قرار الحكومة خفض قيمة صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي والأزمة الاقتصادية، معنا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. حياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. ما الذي دفع الحكومة إلى خفض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما لامس 1750؟ يعني على أي أساس بنت قرارها؟ حقيقة ما يحصل حاليا من نشاط وحركة مالية في العراق وحالة التخبط التي تعيشها الحكومة متمكنة بقراراتها، وخاصة قرار البنك المركزي العراقي بتخفيض قيمة الدولار قيمة دينار إلى 1300 مقابل الدولار، هو إجراء باعتقادي مؤقت لكسب الشارع بشكل أو بآخر، أو أنه نتيجة لحالة الظهور التي تتعرض لها الحكومة في حالة تخبطها المالي منذ أكثر من 3 أشهر منذ تولي السيد السوداني رئاسة الوزراء، ولغاية اليوم نلاحظ الحركة المالية والاقتصادية في حالة اضطراب كبير جدا انعكس سلبا على الحياة الاقتصادية وخاصة معيشة الفرد العراقي. ولكن الظهور تتمثل بالدرجة الأولى، أولا عملية غسيل الأموال انخفضت بشكل كبير جدا بعد الارتفاع إلى 1750، هذا دفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء، وفي نفس الوقت تمويل العناصر التي تأتي في الدينار العراقي الذي قد يكون مزورا أيضا لعملية امتصاص لتمويل العناصر التي تعمل على تجارة المخدرات وبيع السلاح والخروج عن القانون بأي شكل من الأشكال في عمليات التبادل وتهريب العملة. هذا أحد الضغوط التي دفع الحكومة في هذا الاتجاه. من جانب آخر، حكومة السوداني أيضا من الضعف لم تتمكن من إنجاز ما وعد به السوداني قبل تنصيبه رئيسا للوزراء، وهناك حالة من حالات التراجع، ولذلك نلاحظ يحاول أن يحفظ وجوده في السلطة بعملية إجراء تخفيض ب 1300، ولكن في السوق موجود تقريبا حاليا ب 1500، وهذا يشكل أيضا عبئا كبيرا على المواطن، حيث تم رفعه سابقا من 1200 إلى 1450، ولكن يباع ب 1500. ولذلك نلاحظ تحاول السلطة عملية كسب للوقت لأجل الوصول إلى عملية اتفاق وحلول مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات المالية الدولية في مسألة التحويلات المالية وفق المنظومة الرسمية التي يعمل بها العالم وهي الكويت. نعم، إذا دكتور صباح، يعني هل تنفي توقع أو تحقيق أي استفادة للشارع العراقي من قرار خفض سعر صرف الدولار هذا؟ في اعتقادي المستفيد بالدرجة الأساسية هي المصارف التي تعتمد على بيع العملة، وبنفس الوقت عملية غسيل الأموال والتضخم الموجود في الدينار العراقي بالشارع هم العناصر المستفيدة من هذا الجانب. أما أنه ينعكس على انخفاض أسعار المواد المستوردة، في اعتقادي هذا لم يحصل، لأن التضخم مستمر بالعراق نتيجة لريعية الدولة والاعتماد على الإيرادات النفطية فقط دون وجود أي شكل من أشكال الإنتاج. لو كان العراق حقيقة يعمل على الإنتاج الزراعي والصناعي، حتى لو كانت الأشياء البسيطة والصناعات الخفيفة التي يوقف عملية استيرادها وينتجها داخليا، يعطي ذلك قيمة كبيرة جدا للدينار، ويعطي قيمة أكبر لحركة
الدينار العراقي في السوق مقابل العملات الصعبة ومنها الدولار. نعم، على المدى البعيد دكتور صباح، يعني هل تعتقد أن ينخفض سعر صرف الدولار كما تأمل الحكومة؟ هل هناك أي بصيص أمل؟ حقيقة لم ينخفض الدينار العراقي مستقبلا إذا استمرت الحكومة بالاعتماد على الإيرادات النفطية، حتى لو دخلت إيرادات أعلى مما حصل في 2022. ولكن من المتوقع أن العالم يتجه حاليا للطاقة النظيفة، أي أن العراق لو أنفق مليارات في تطوير عملية الإنتاج وتصدير النفط، هذا في اعتقادي خلال العشر سنوات القادمة سيكون النفط أسعاره أرخص بكثير من الغاز، وكذلك أرخص من الطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة التي تتلائم مع البيئة. ولذلك العراق هناك حالة من حالات التخبط، كما وعد وزير النفط أن عام 2027 العراق سينتج 8 مليون برميل من النفط، ولكن أين المنافذ التي يعمل على تصديرها؟ هناك عديد المشاريع المتوقفة اعتمادا على المنافذ القديمة التي تحتاج إلى حالة من حالات الصيانة والإدامة والتجديد كي يتمكن من تصدير أكثر من 3.3 مليون برميل. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو.